الأقل، وكيف نحللوا الموضوع هذا هكا الوقت نوليو يعني نجموا ناخذوا الحلول اللي عليه. لكن قبل كل شيء تحليل الوضعية، والتحليل الوضعية تعرفوا انت كيف كيف هذه كانت فيها برشا عباد خرجوا للجوارات، ما جددنا وحيد تحبل المقيم، جبنا انترنال لا باس بيه، هو الانترنال هذا ما يجبش في 24 ساعة او في 48 ساعة يعني يخلي الاكيب على الفقيه. ولهذا هذا الخدمة اللي ما يستعملوها ستان ترباي اموين تايم، فهمتي؟ ولهذا يلزمنا برزانة ونيتيدي يعني ندرس الوضعية كاملة وشاملة في النادي الرياضي الصغير، ونقاو الحلول اللي لازمة، وهذه الحلول بالسيف والمزيح نقاوها. الاسفيرسي اليوم سيس اسمك بقسم مكارش عن دور المجموعات لغالب بدي عملنا كل شيء باش نترشحوا لغالب ركلات الحظ ذيك هي كانت مع فريق العلماء لغالب. احنا عملنا كل شيء في الماتش اللي عملنا ماتش بيه، رجعنا في النتيجة، خلقنا عديد الفرص الأخرى لكن ما مركيناش لغالب حاجة توجع برشا، سيرتو كنا حاطين أمل كبير على الكاليفيكاسيون ذي حاجة توجع برشا. ورا لي معلول علاش اللي تصفيق سبيت 90 دقيقة فشل باش يزاز جوج أهداف باش من غير ما نمروا الركلات كيما قلت لك أنت في بالي عملنا كل شيء، نشوف لي زوكازيون اللي ضاعوا العادة ما يضيعوش، هذيك هي الكرة معني قلت لك كلها مربوطة ببعضها، ما ماركيناش في المقابلة ماركينا بمتبورك باش تعطينا البلانديات والله غرب والله حاط الكلام واحد ما نشوفهاش يلقى فيه. ما قامش بواجب الضيافة كيفاش تو؟ لا ما نظنش معناتها لا ضربت ولا نجمت نضربه، مستحيل احنا ما نعملوش حاجات هذوما ما نجمش نضربه، لكن انا منعطوه باش انه خاطر تعرف شنو صار في الجزائر وتعرف اللي صار في الجزائر الكل، حتى رئيس النادي نتاعنا غادي يتعدى كانت فما ضغوطات كبيره عليه زاد كيما نفس الشيء توجد هنا، ولهذا معناتها ما فماش اني ضربته مستحيل، اني ضربته يجيب لنا حاجه اللي يوريني اللي انا ضربته مستحيل، مش من اخلاق المدربين اني نضربه، لكن منعته بالحق انه باش يحكي مع الحكم منعته. رايك في المقابله هزيمه قاسيه للسياسيين؟ اللي المباراه كانت كبيره، الملاعبين عملوا مجهود كبير، كنا نستحقوا نربحوا في المباراه، فريق العلم ما عمل حتى فرصه، النادي الشيخ جرتو برشا فرص تضرب على العارضه برشا مرات. ما وفقش ربي، ما حبش ربي، كي الكوره معناتها مش باش توفى الدنيا، ما يلزمش اليوم الناس سيرتينمون الشامبيونز ليغ هذه معناتها الناس كلنا احنا عندنا مده نجريو عليها، مش كتبها ربي، لازم ان شاء الله يجي وقت ويهزوها النادي الصفاقسي، معناتها ان شاء الله يهزها النادي الصفاقسي.